بلادي هب فتاك لب نداك في همي وفي دمي هواك ترى نور ونار لإخوتي هيا للعلا سعيا نرشد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك. هكذا بعون الله ومشيئته نكون قد أسدلنا الستار الخاص بالمهرجان الوطني فزاز للثقافة الأمازيغية في النسخة ديالو 9 تحت شعار الصورة والإعلام والوحدة الوطنية بشراكة مع جهة فاس مكناس ومجموعة من الجمعيات ذات الأهداف المشتركة والموصل سايس سيدي خيار. المهرجان الوطني فزاز للثقافة الأمازيغية تتصادف مع ذكريات غالية على كل مغربي ومغربية، وأخص بالذكر عيد الاستقلال المجيد والذكرى 45 ديال المسيرة الخضراء المظفرة، وكذلك هذه الأحداث ديال القرقرات اللي خرج المغرب فيها منتصر بفضل السياسة الرشيدة ديال صاحب الجلالة الله ينصره. الملتقى ديالنا أولا المهرجان الوطني فزاز عرف مجموعة من المحاور بحال ورشة تيفي الناغ، مجموعة من المعارض المختلفة، ندوات كبرى حول المسيرة الخضراء وكذلك عيد الاستقلال، كما أنه تعرضت مجموعة من المسرحيات ذات البعد الوطني. والمهرجان ديالنا صاحب الدورة فيه اللي هو شخصية بارزة لمحجوبي أحردان، شخصية سياسية مغربية بارزة كانت الدورة تتحمل الاسم دياله الله يرحمه ويوسع عليه. وما ننساش كذلك بأن المهرجان كرم مجموعة من الأسماء اللامعة في مختلف المجالات، سواء في المجال الطبي أو لا في المجال العسكري أو لا في المجال ديال الناس اللي شاركوا في المسيرة الخضراء أو لا في المجال الإعلامي. إذن مرة أخرى تتمنى من الله عز وجل أنه تكون هذه الدورة قد نالت استحسان الجميع، وموعدنا إن شاء الله يتجدد في الدورة 10. فشكرا للسلطات المحلية مرة أخرى، وشكرا للشركاء ديالنا والمتعاونين ديالنا، وشكرا للمجموعة من اللجان اللي هما ضحاو وكانوا في المستوى المطلوب. تنمير المهرجان الوطني فزاز للثقافة الأمازيغية في نسخته 9 اللي عرف واحد النجاح باهر، هذا النجاح اللي عرف مجموعة ديال الفقرات اللي كانت غنية استمتع بها الحضور الكريم، وهذا إن دل عن شيء إنما يدل على مختلف اللجان اللي قامت بواحد الدور جبار، لأن كيف كيعرف الجميع أن هذا المهرجان جاب واحد الظرفية استثنائية اللي كيمر منها العالم وهي ديال كورونا. هذا المهرجان هذا اللي استقطب واحد الشركة اللي عملات باش تاخذ جميع التدابير الاحترازية اللي انخرطت فيها حقا هذا اللجنة هذا، واللي عطات واحد الدفعة من إنجاح الدورة. كل شيء في أمان الله، كان التعقيم من الباب، كان كل شيء داز مزيان، لي زانترفونون كانوا مزيانين، كانوا أساتذة، كانوا طباء ديال الجهة ديال فاس، وكان كل شيء منظم مزيان. وكنشكر بزاف سي ادريس القيسي على هذا المجهود اللي كيدير دائما في كل مناسبه، وانا بنت المنطقه كل ما عيطوا لي كنجي كنزور الناس وكنشوف الناس ديالي ديال المنطقه. تزامن هذا الملتقى هذا مع عيد الاستقلال وعيد المسيره الخضراء، احنا بغينا نبينوا للاعداء ديال الوحده الوطنيه اننا مغاربه متحدين وراء جلاله الملك نصره الله محمد السادس نصره الله، وتحت شعار واحد هو الله الوطن الملك. وما عندناش حنا شي قضيه اللي كتقول بان الصحراء مغربيه ولا ماشي مغربيه، الصحراء مغربيه والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. ربح احرضان تنغماس صحفيه دي خدا ساد خفوص مغرني التوغين يسي المحجوبي احرضان امكينا نسلنا غرمي لا ينوم الزريا مقران لاك السرفيت لاك المقاومه لاك التاريخ ما ينون مازرت نخ لاك ثمنات الزورين هذا الفن لا ثمنات انثيرا النخ امكينا دي كيغا ارقاز من قبيلي سوتوس مغر اخاثار الساد حاضر شيغا ودماون مغارية الفيروس الكوفيد ورني خذ في ميدن ده مشى عدن ويسنا ديدان وياد يجي نص مغر مثل صمغر شيء جنود ماون لك ثمنات الإعلام ولقي خطر مزيف تقدر ديوس مصرف سو يغودان يتمسمون نغبودا أمنعات ولا تمسمون والدور نديت جن ذم سومن السيسين سندت جن يتمزير أو دخل مش على قيد مجمع دخل سو شو اسمه زيخ سفرة ديدان صحيت نون شركت في المسيرة في المسيرة الخضراء وبغيتنا باش نحضر في هذا المنطقة مع الأصدقاء ديالنا ومع الكيس إدريس ومع التعاونات الجمعيات وداك الشيء اللي بغينا نشوفه
هذا هو الهدف ديالنا والدور ديالنا باش كنتلاقاو مع الاصدقاء ديالنا ومع لوجو والجمعيات الامازيغيه الثقافه الامازيغيه والتعاونيات ديال المنطقه واللي صاهرين على هذا المنطقه هذا كنشكرهم بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم سيدي اعزكم الله مولاي صاحب الجلاله والمهابه امير المؤمنين محمد السادس أيدكم الله ونصركم. بعد تقديم ما يليق بالجناب الشريف أعز الله أمره من فروض الطاعة والولاء، يشرفني ويسعدني أصالة عن نفسي ونيابة عن المنظمين والشركاء والمتعاونين في هذه الدورة التاسعة للملتقى الوطني فزاز للثقافة الأمازيغية للصورة والإعلام تحت شعار الصورة والإعلام والوحدة الوطنية، دورة الزعيم المرحوم المحجوبي أحرضان، أن نرفع إلى سدة العالية بالله أسمى آيات الولاء والإخلاص والوفاء. مولاي صاحب الجلالة، نغتنم هذه الفرصة وهذه المناسبة لنرفع أكف الذراع إلى العلي القدير أن يبقيكم ذخرا وملاذا لهذه الأمة وأن يحفظكم بما حفظ به السبع المتاني ويقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وكذلك أن يعزز عضدكم بشقيقكم الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع المجيب. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. وحرر بسيدي خيار ITU سيسفرو 28 ونبير 2020، الموافق 13 ربيع الثاني 1440 للهجرة. Thank you.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.